بسم الله الرحمن الرحيم. نتشرف بالالتقاء بكم مجدداً أعزائي الطلبة في مادة الطاقة علم 211 والموجهة لطلبة الثالث الثانوي. سنتعرض في هذا الدرس إلى توضيح انتقال الطاقة وفهم مبدأ فقد الطاقة وبقاء الطاقة ومصادر الطاقة وأخيراً حسابات انتقال الطاقة. أهدافنا اللي بنتعرض لها في درسنا اليوم عملية توضيح عمليات انتقال الطاقة، ثانياً بنفهم عمليات فقد الطاقة أثناء التحولات المختلفة للطاقة، ومن ثم نعمل على توضيح قانون بقاء الطاقة والمتعارف عليه أكثر بمبدأ حفظ الطاقة، ومن ثم نصنف مصادر الطاقة، وأخيراً سنطبق حساباتنا في علم الطاقة. الموضوع الأول بنبتدي بانتقال الطاقة الحرارية. فالحرارة كتعريف هي الطاقة التي تنتقل من الجسم الأسخن إلى الجسم الأبرد، فنقل الطاقة دائما من الأعلى درجة حرارة إلى الأقل، ويستمر هذا النقل حتى نصل حالة الاتزان الحراري، ويتم نقل الطاقة بثلاثة طرق. هذه الطرق الثلاث تبدأ بطريقة التوصيل الحراري واللي متعارف عليه بمفهوم كوندكشن، وهي عملية انتقال الطاقة الحرارية بين جسمين متلامسين. انتبه، تلامس، لذلك اعتبرناها توصيل كوندكشن. وهذا العملية تحدث في المواد الصلبة والسائلة والغازية. ومن الأمثلة على هذه الطريقة في النقل انتقال الحرارة من الموقد إلى الطعام، تسخين الملعقة إذا وضعت في الماء الساخن. هذه عمليات نقل بالتوصيل أو التلامس. الطريقة الثانية في النقل الحراري تعرف بالحمل الحراري أو الكونفكشن، وهي انتقال الحرارة عن طريق الحركة، ما في تلامس، وبالتالي تيارات لحركة الجزيئات في الوسط. ومن الأمثلة على هذه العملية الرياح الدافئة، بحيث تنقل الحرارة من مكان لآخر، كذلك الهواء الساخن اللي بيخرج من مجفف الشعر وحمله للحرارة، وأيضا مراويح تبريد الحاسوب أو الفريزر فان في أجهزة الحاسوب، كلكم عارفين وجود هذه المراوح. الطريقة الثالثة في انتقال الطاقة الحرارية هي ما تعرف بالإشعاع أو الراديشن، وتمثل انتقال الحرارة بالفضاء، يعني عن بعد. لاحظ هني ما في تلامس، وهذا الانتقال يكون بوجود وسط أو بدون وسط. من الأمثلة نقل حرارة الشمس للأرض عبر الفراغ، كذلك شعورك أنت بالدفء عندما تجلس قرب المدفأ. بعدما رأينا طرق انتقال الطاقة الحرارية، نلاحظ أن تحويلات الطاقة عندما يتم تحويل الطاقة من شكل إلى آخر، هذه النقطة سيصاحب هذا التحول ظهور أحد أشكال غير مرغوبة، مو مطلوبة مني، من الطاقة. ومن الأمثلة على ذلك عزيزي الطالب أن الطاقة الكهربائية في المصباح، نستخدم المصباح ليش؟ لإنتاج طاقة ضوئية، هذه طاقة مطلوبة، ولكن ينتج عنه طاقة حرارية، هذه طاقة غير مطلوبة، احنا ما نستخدم المصباح للتدفئة، ولهذا تعتبر هذه لوز أو فقد في الطاقة.
تحويل الطاقة الكهربائية في الموتر الكهربائي أو المحرك إلى طاقة حركية، هذه طاقة مطلوبة. إحنا نستخدم المحرك لإدارة المروحة، الخلاط، الغسالة، وينتج طاقة حرارية وينتج طاقة صوتية. هذه طاقات غير مرغوبة وتعتبر لذلك ضياع في الطاقة. ولذلك أثناء التحويل يحدث فقد، وهذا الفقد سيخفض من كفاءة الآلة أو الإفشنسي. فكلما كانت الطاقة المفقودة أكثر هذا يعني كفاءة الآلة أقل، والعكس صحيح. وتقاس جودة عمليات التحويل بما يسمى كفاءة التحويل أو كفاءة الآلة، وتحسب من خلال العلاقة التالية اللي توضح لنا أن كفاءة الآلة اللي معاي عبارة عن الطاقة الخارجة من الآلة الأوت إنرجي مقسوما على الطاقة الداخلة في الآلة مضروبا في 100% لحساب كفاءة عمليات التحويل. وهذه صيغة متعارف عليها، وعلى فكرة ممكن استبدال الطاقة الخارجة والطاقة الداخلة بالقدرة الناتجة والقدرة الداخلة أيضا، لأن الطاقة والقدرة في ارتباط وثيق بينهما. لاحظ هذا المثال، كاتب لك إذا كان مصباح بيحتاج طاقة مقدارها 1000 جول، هذه 1000 جول هي الطاقة اللي تعتبر داخلة إلى النظام، هذه طاقة داخلة، أنا بعطيه 1000 جول ليعطيني طاقة ضوئية قيمتها 600 جول. إذن لاحظ الطاقة الخارجة هذه تعتبر أوت، أنا خذيت من المصباح 600 جول من الطاقة الضوئية، بس أنا بالمقابل كنت معطي له 1000 جول طاقة كهربائية، فما كفاءة هذا المصباح؟ سنجد عزيز الطالب في عملية التوضيح لحساب كفاءة هذا المصباح اللي معانا، أول إجراء لنا بنكتب أن هذه الكفاءة، واللي ممكن نعطي لها رمز الإفشنسي أو نكتب الكفاءة، تساوي لنا الإي الأوت على الطاقة الداخلة في 100%. ومنها نجد أن هذه الكفاءة أو الإفشنسي الناتجة عبارة عن 600 قسمة 1000 اللي عطيتها للمصباح ضرب 100%. الآن كإجراء رياضيات بنختصر 0 2 3 0 2 3، فبقى عندنا الناتج لهذه الكفاءة المطلوبة أنها تساوي لنا 60%. هذه كفاءة المصباح الوارد في مثالنا لتوضيح مبدأ حساب الكفاءة في الآلات. قانون بقاء الطاقة عزيزي الطالب مرتبط مع قوانين الحفظ المتعارف عليها، وأشهرها قانون حفظ المادة، المادة لا تفنى ولا تستحدث، الطاقة أيضا لا تفنى ولا تستحدث، لا تخلق من العدم، ولكن هذه الطاقة يمكن لهذه الطاقة أن تتحول من شكل إلى آخر، ولهذا نجد أن مجموع الطاقات دائما يبقى ثابت، ما في طاقة عندي تضيع أو تنعدم ولكن تتحول من شكل إلى آخر، هذا هو قانون بقاء الطاقة. لاحظ عزيز الطالب كمثال يوضح فكرة حفظ الطاقة، أن الطاقة الكهربائية التي تدخل للمصباح ستساوي تماما الطاقة الضوئية زائدا الطاقة الحرارية. يعني إذا جمعت الطاقة الضوئية مع الطاقة الحرارية مجموعهم سيساوي الطاقة الكلية اللي دخلت إلى المصباح. لاحظ عزيزي الطالب هذا التدريب سجلت لك فيه أن تكتب مثالين
على حفظ الطاقة. لاحظ أنا أعطيتك هنا مثال أول، هذا المثال الأول اللي شرحناه. زين أبي مثالين في حفظ الطاقة أثناء عمليات تحول الطاقة المختلفة. سنجد كمثال أول أن الطاقة الكهربائية التي تدخل إلى الخلاط، هذه الطاقة الكلية تساوي الطاقة الحركية اللي إحنا بنحصل عليها من الخلاط زائداً طاقة حرارية زائداً طاقة صوتية. إذا جمعنا كل هذه الطاقات ستساوي لنا الطاقة المدخلة أو الداخلة في النظام. مثال رقم اثنين، أن الطاقة الكيميائية التي تدخل محرك السيارة على شكل وقود أو البترول، هذه الطاقة الكيميائية ستتحول إلى طاقة حركية زائد طاقة حرارية. ماكينة السيارة بتحس بأنها مرتفعة الحرارة، ومن ثم طاقة صوتية صادرة عن محرك السيارة. هذه أمثلة جميعها عزيزي الطالب لتوضيح بقاء الطاقة. لمعرفة مصادر الطاقة وتصنيفها اخترنا تجزئة هذه المصادر كما هو في كتابك، تصنف إلى نوعين: مصادر ناضبة. ناضبة لغويا تعني منتهية، لها وقت انتهاء. المتجددة هذه طاقة، مصادر تعطي طاقة لا تنتهي، تتجدد باستمرار. ولتوضيح ذلك عزيزي الطالب، قمنا بشرح مفصل لهذه المصادر. ولما بنتكلم عن المصادر الناضبة أو التي تنتهي، هي ناتجة عن بقايا نباتات والحيوانات قبل ملايين السنين ودفنت في الأرض. ومن أمثلتها لو سألت أذكر مصادر طاقة ناضبة، بنسميهم النفط والفحم والغاز الطبيعي. وهذه بمجملها تسمى بالوقود الأحفوري، تسمى بالوقود الأحفوري. الفحم طبعا بيستخدم في تشغيل مولدات كهربائية، وفي كتابنا صفحة 56 هناك الكثير من التفاصيل حول مصادر الطاقة الناضبة. والنفط يعطينا الجازولين والكيروسين والشموع والألياف، كل هذه في الصناعات البتروكيماوية اللي بنستخدمها في حياتنا. والغاز الطبيعي بيستخدم عادة في التدفئة وأفران الطهي، وكذلك يعتبر وقود بديل للجازولين. هذه المصادر الناضبة عزيزي الطالب لما بنستخدمها في توليد الكهرباء والتي نحتاجها في حياتنا اليومية، نوضح عمل محطة الكهرباء. وهذا الشكل وارد في كتابنا، في كتاب الطاقة، آلية عمل محطة التوليد، أوكي، أو الباور ستيشن يسمونها. دخول الماء إلى المغلى أو الغلاية، ثم تحوله إلى بخار أو ستيم، وهذا البخار سيعمل على تحريك التوربينات. هذه التوربينات تحرك المولد أو الجنريتر، وعندما يعمل الجنريتر سينتج طاقة كهربائية electrical energy. وبالتالي هنا تلخيص هذا العمل باحتراق الفحم وإنتاج طاقة حرارية، ثم تسبب الطاقة الحرارية تحول الماء إلى بخار، وهذا البخار عزيز الطالب سيعمل على إدارة التوربينات، والتوربين يحرك المولد أو الجنريتر، وبالتالي تتحول الطاقة الحركية من المولد إلى طاقة كهربائية نحصل عليها من هذه المحطة. المصادر المتجددة للطاقة عزيز الطالب في هذا المجال، نوضح بأن هذه المصادر لا تنضب
ومن أمثلتها الشهيرة الطاقة الشمسية وكذلك طاقة الرياح وكذلك طاقة المياه والشلالات اللي بندرسها والطاقة الجوفية الجيوثيرمال. هذه الطاقة الجوفية عندي وطاقة الكتلة الحيوية، هذه أهم خمس مصادر للطاقة المتجددة. وإذا نظرنا للطاقة الشمسية نجد أنه يمكن تحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة كهربائية، وهذا تشوفون في الساعات، اللي عنده ساعة بالطاقة الشمسية بالكالكوليتر اللي يستخدم كالكوليتر بالطاقة الشمسية، وبالتالي يمكن الحصول على طاقة كهربائية من خلال الخلايا الشمسية وتستخدم في تشغيل الآلات الحاسبة وفي تدفئة المنازل وتسخين المياه. أما المياه وطاقة المياه فعند تخزين الماء في السد سيمتلك طاقة وضع يمكنها إدارة توربينات متصلة بمولدات كهربائية لتوليد التيار الكهربائي، وبذلك تتحول طاقة الوضع إلى طاقة حركية عند سقوط الماء من السد للأسفل، ويدير التوربينات هذا الماء الساقط وتتحول إلى طاقة كهربائية. وجدير بالذكر أعزائي الطلبة، في جمهورية مصر العربية الشقيقة السد العالي في مصر تم افتتاح محطات توليد قدرة عملاقة في السد العالي، لدرجة أنه كانت مصر قادرة على تصدير الطاقة الكهربائية إلى الخارج من كمية الطاقة الناتجة في هذا المشروع. في مجال طاقة الرياح عزيزي الطالب، هذه الرياح يمكنها إدارة التوربينات، والتوربينات متصلة مع المولدات، والمولدات هذه تولد لنا تيار كهربائي، ولهذا سيتم تحويل طاقة الحركة كاينتيك انرجي إلى طاقة كهربائية الكتريكال انرجي. وعملها عزيزي الطالب في هذا المجال للطاقة الجوفية في باطن الأرض نجد بأن الصخور الساخنة في باطن الأرض تمتلك طاقة حرارية ضخمة يمكن استثمارها لإنتاج بخار يعمل على إدارة التوربينات المتصلة بمولدات كهربائية، ويتم توليد تيار كهربائي وتتحول الطاقة إلى طاقة كهربائية. هذا بالنسبة لبحث الطاقة المتجددة ومتابعة حديثنا عزيزي الطالب في دراسة وفهم قياسات وحسابات انتقال الطاقة. الطاقة كما تعلمتم موجودة في صور متعددة، وتكون الآلات لهذه الصور، الآلات والأجهزة هي التي تعمل على تحويل الطاقة ليتم الاستفادة منها لإنجاز الشغل المطلوب. أمثلة على ذلك عزيزي الطالب، أوردنا لك الروافع كمثال. هذه الروافع كآلات تختزن طاقة وضع تتحول إلى طاقة حركة، وبالتالي تدك الأوتاد الحديدية لوضع أساسات في المبنى وغيرها من الاستخدامات. في الزنبركات أو النوابض، الزنبرك أو النابض أو السبرينج الموجود في داخل الآلة يستخدم داخل الآلة، هذا النابض يختزن طاقة انفعالية إلاستيك إنرجي، طاقة الانفعال هذه أو طاقة مرونية بعد، ترى طاقة الانفعال وطاقة المرونة نفس المعنى. طاقة الانفعال تتحرر ومن ثم تتحول لطاقة حركة وتسبب حركة الأجزاء الموجودة في الآلة
التي تحتوي هذه الزنبركات. المياه المحصورة خلف السدود بتختزن طاقة وضع، وضع يعني طاقة مخزونة، طاقة كامنة. عندما يسمح للماء بالتدفق والحركة ستتحول هذه الطاقة المخزونة إلى طاقة حركية، والطاقة الحركية بتتحول إلى كهرباء عبر التوربينات مثل ما وضحنا في الفقرة السابقة. وقود السيارات عزيزي الطالب، وهذا رأيناه قبل شوي، وقود السيارات هو فعليا يمثل طاقة كيميائية ستتحول إلى طاقة حرارية في المحرك، ثم إلى طاقة حركية في إطارات السيارة، وكذلك طاقة صوتية بتسمعها أنت، طاقة كهربائية تضيء المصابيح في السيارة، تشغل الاي سي في السيارة وغيرها. فهذا كله تحولات في الطاقة. الآن عزيزي الطالب، لسؤال بطريقة زيادة كفاءة الآلات وبالتالي تقليل المفقود من الطاقة، شو الإجراءات المتبعة؟ وهذه في المجالات الصناعية يركزوا كثير عليها لما فيها من توفير للموارد وتحسين في الإنتاج. زيادة كفاءة الآلة وتقليل الفاقد يتم من خلال خطوات لخصتها بأنه في كتابك هذه ملخصة، تقليل الأجزاء المتحركة بالآلة. كل ما كان عدد الأجزاء المتحركة أقل تكون الطاقة الحرارية الناتجة أقل، وهذا نراه في تصميم السيارات ذات الدفع الرباعي. كذلك من الإجراءات التشحيم، ليش؟ لتقليل الحرارة المفقودة في عمليات الاحتكاك. كل ما صار في تشحيم لأجزاء في الآلة يقل الاحتكاك، وقلة الاحتكاك تخفض الحرارة الضائعة. أيضا إنه الحرارة الناتجة أساسا واللي كانت تعتبر غير مفيدة نستغلها وتصبح مفيدة لتشغيل أجزاء أخرى من الآلات. وتلاحظ عزيزي الطالب أثناء تحويل الطاقة بنخسر جزء من الطاقة، وهذه الطاقة اللي بنخسرها تكون على شكل إما حرارة، ومثال ذلك ما يخرج من عادم السيارة من نواتج احتراق، أو تكون على شكل طاقة صوت. عندما تدير الآلة الطاقة الصوتية تعتبر مهدورة، هذه الطاقة غير مفيدة. وأيضا الطاقة الحرارية الناتجة عن حدوث الاحتكاك، هذه أشكال ضياع وخسارة الطاقة عزيزي الطالب. في حسابات تتضمن طاقة الوضع وطاقة الحركة، هذا الشكل اللي أمامك هو هذا الشكل مأخذ من الكتاب، موجود في كتابكم، يوضح عندي جسم في أعلى بناية، وهذا الجسم سرعته صفر، ولذلك تكون الطاقة الحركية الكينيتيك إنرجي صفر، ما عندنا طاقة حركية لأنه متوقف. ولكن كل الطاقة الموجودة على شكل طاقة وضع، أعطينا لها رمز P1 Potential Energy. هذا الشكل اللي أمامك عزيز الطالب، تجد أن الكرة لأنها في البداية تمتلك طاقة وضع P1 ستساوي هذه الطاقة كل ما يملك هذا الجسم من طاقات. فالطاقة الكلية تماما هي طاقة الوضع الموجودة في الحالة رقم 1. الآن عندما يسقط الجسم، لاحظ عزيزي الطالب عند سقوط الجسم سيبدأ بالحركة والسرعة، إذن عندنا طاقة حركية، ثم يصبح لدينا طاقة وضع جديدة لأنه الارتفاع عن سطح الأرض أصبح مختلف. هذا الـ H2 أعطاني طاقة وضع 2، بينما هذا الارتفاع الأول كان عندي height 1 أعطاني طاقة وضع أولى، وبالتالي هنا يكون طاقة الوضع رقم 2 وطاقة الحركة رقم 2 مجموعهم الآن عزيز الطالب إذا بتجمعهم يجب أن يتساووا مع الطاقة الأساسية في الحالة الأولى. ولذلك جزء من طاقة الوضع اللي كانت مع الكرة
سيتحول إلى طاقة حركة، وتصبح الطاقة الكلية اللي كانت مع الجسم مع النظام مساوية لطاقة الوضع الجديدة زائد طاقة الحركة الجديدة، وجميع هذه الطاقات يساوي تماماً طاقة الوضع الأولى اللي كانت في البداية أول ما بدأ يتحرك النظام. عند وصول الجسم لسطح الأرض، لاحظ عزيزي الطالب هنا الارتفاع H يساوي صفر، إذن الطاقة الوضع النهائية تساوي صفر، سميها ثلاثة مثلا. هنا ستكون كل الطاقة بالكامل طاقة حركية، وبالتالي سيصبح الطاقة الحركية في نهاية المسار تساوي تماما طاقة الوضع اللي في يعني افترض كانت هنا الطاقة 1000 جول، هنا الطاقة الحركية ستكون قيمتها إجباري 1000 جول. هنا في الوسط إذا كانت عندي طاقة الوضع مثلا 600 جول، يجب أن تكون طاقة الحركية 400 جول، إجمعهم مجموعهم 1000، البداية 1000 والنهاية 1000، وهذا يعزز حديثنا عن بقاء الطاقة وحفظ الطاقة، فما عندي طاقة بتضيع ولكن تتحول من شكل إلى آخر. اخترت في هذا التدريب عزيزي الطالب سؤالك عن جسم يسقط من الأعلى سقوطا، كتلة هذا الجسم 30 كيلو جرام، كتلة يعني بنعطي لها رمز أم، وسقط عن ارتفاع 20 متر، وهذا الارتفاع بنعطي له رمز H. المطلوب مني سرعة الجسم عند ارتطامه بالأرض. هذا السؤال عزيزي الطالب، درست أنت قوانين طاقة الحركة ودرست سابقا قوانين أو قانون طاقة الوضع. لما ندرس حركة الجسم في البداية كان الجسم ساكن لأنه قال لي سقوط، عند سقوط الجسم السرعة ابتدائية صفر، إذن الكاينتيك انرجي زيرو، بينما الطاقة الموجودة هي طاقة وضع سكونية بوتنشال انرجي، وتساوي لنا الام في جي في اتش. هذه الطاقة لما نبدأ ندرسها ونشوف طاقة الوضع ام في جي في اتش، بنعوض الكتلة بثلاثين قيمتها، معطيني اياها السؤال، والجاذبية الأرضية 9.8 والارتفاع 20، نجد الطاقة 5880 جول. هذه الطاقة ستتحول إلى حركة وتستمر إلى أن يصل سطح الأرض. عند سطح الأرض هنا البوتنشال انرجي بتلغى، هذه البوتنشال انرجي ما في صفر لأنه الارتفاع عن سطح الأرض صفر، ولذلك ستكون كل الطاقة عبارة عن حركة، وقانون الطاقة الحركية نص أم في سكوير، الفي هي السرعة وقيمتها معروفة تونا وجدنا قيمتها، ولذلك يصل عندي الفي. طبعا هنا الفي تربيع راح تساوي لنا 5880، بنقسمها على نص في الكتلة 30 ونجد في تربيع بهذا الرقم، وإذا أردنا حصول الفي بنأخذ الجذر التربيعي للطرفين. وإجابة سؤالي عزيزي الطالب، سرعة الجسم تكون 19.8 متر لكل ثانية. أرجو منك عزيزي الطالب محاولة حل السؤال لوحدك، ودرب نفسك على القانون وقارن حلك مع إجابتنا. التدريب التالي لنفس تبديلات الطاقة من الوضع إلى الحركة، وطالب في سؤالي بأقصى ارتفاع تصله كرة، كتلة الكرة هذه اللي معاي 0.15 كيلوغرام، هذه الكتلة قذفت عموديا للأعلى وبالسرعة ابتدائية، هذه سرعة انطلاق الكرة V، وبنهمل طبعا مقاومة الهواء. في البداية عزيزي الطالب نجد أن طاقة الجسم اللي معانا بكاملها طاقة حركية، فكل طاقة هي كاينتيك انرجي لأني أمتلك سرعة،
وعندي كتلة، ولهذا بنوجد الطاقة الحركية في بداية النظام. والميكانيكال انرجي في النقطة واحد هي نفس الميكانيكال انرجي في النقطة اثنين، لأنه قانون حفظ الطاقة. في الحالة الأولى عندنا طاقة وضع وطاقة حركة، في نهاية الحركة عند النقطة الاثنين هذه سيكون طاقة وضع وطاقة حركة، وبالتالي هذا الجزء في البداية لاحظ ما عندنا طاقة وضع لأني ما زلت عند مستوى الصفر، وفي النهاية سيكون ما عندي طاقة حركة لأنه في أقصى ارتفاع توقف الجسم، وبالتالي إذا تم التعويض هذه الطاقة بصفر تم إلغائها، وهنا هذه الطاقة بصفر تم إلغائها، نجد بأنه نص الأم الكتلة والسرعة تربيع، هذا يساوي لنا الأم في جي في الاتش أو الارتفاع المطلوب، والتي نجد أنها بالحسابات الرياضية تساوي 20.4 متر. أتمنى تكونوا فهمتوا فكرة الحل والتطبيق في هذا السؤال على قانون حفظ الطاقة. وفي حسابات التحول ما بين طاقة الانفعال أو الطاقة المرونية مع الطاقة الحركية، نجد بأن الزنبرك أو النابض، هذا الزنبرك يكتسب طاقة انفعال أو طاقة مرونة عندما يتم سحبه أو شده أو حتى ضغطه، يعني ممكن تكون انضغاط وممكن يكون شد. وطاقة الانفعال هذه أو الطاقة المرونية تحسب بقانون F في X مضروبة في نص، هذه طبعا الـ ES الأس ماخذينها احنا من سبرينج، هذه الـ F تمثل قوة وهذه الـ X تمثل الإزاحة سواء استطالة أو انضغاط. وهذه الطاقة المرونية اللي احنا بنتعامل معاها نجد الـ F من قانون هوك، F تساوي أساسا K في X، وهذه الـ K المفروض مو بغريبة عليكم، عارفين بأنه K تمثل ثابت الصلابة للنابض، كل زنبرك له ثابت صلابة خاص به، ولذلك إذا استبدلنا F بقانون الـ KX نتوصل إلى صورة لهذا القانون بأن نص الـ F في X ستتحول إلى طاقة حركية نص الـ M في V تربيع. وبالتالي لو رأينا هذا التدريب عزيزي الطالب، الآن عزيزي الطالب في التدريب الرابع عرضت لك زنبرك موجود في بندقية، هذا الزنبرك طوله 0.12 متر، هذا الطول الأصلي، صلابة هذا النابض 0.5، صلابة النابض عطيناها رمز K، انضغط الزنبرك إلى نصف الطول، يعني الانضغاط هي الإزاحة الناتجة X، تساوي لنا نصف الطول الأصلي، ونصف الـ 0.12 هي 0.06 متر، هذه قيمة الـ X التي تمثل الإزاحة الناتجة. في هذه البندقية الانضغاط مؤثر على كرة كتلتها، كتلة الكرة اللي ستتحرك 0.01 كيلوغرام. لاحظ عزيزي الطالب ما هو مطلوب في سؤالي، أولا مطلوب مني الطاقة المختزنة في الزنبرك، يعني هذا الزنبرك كان بطوله الأصلي، هنا هذا الطول الأصلي كان طوله الأصلي 0.12 متر، عندما تم ضغط النابض أصبح طوله الجديد 0.06. هذه الكتلة اللي بندفعها بالزنبرك داخل البندقية، هذه الكرة هي اللي بيتم اندفاعها ولها كتلة، معطيني إياها السؤال. فعندما نحسب الطاقة المرونية نص K في X تربيع، ليش؟ لأنه الطاقة نص FX، والF هذه أصلا بدل منها حطينا K في X، فتصبح صورة القانون نص K X تربيع، هذه النص القانون، وهذه قيمتنا في الـ 0.06،
هذه قيمة الكي، هذه الكي، ونصل إلى أن الطاقة المرونية 0.009 جولز. هذا المطلوب الأول في تدريبنا. طيب المطلوب الثاني، كم سرعة الكرة لحظة الانطلاق من البندقية الموجودة أمامي؟ سرعة الكرة مرتبطة عزيزي الطالب بالطاقة الحركية، لأنه الكينيتيك انرجي نص ام في تربيع. ولذلك في مقابلة هذه المعادلة نجد بأنه هذه الطاقة المرونية ستتحول إلى طاقة حركية. هذا القانون انتبه هو عبارة عن الكينيتيك انرجي، بينما هذا القانون هو السبرينج إلاستيس ميرنجي. هذه الطاقة المرونية قيمتها محسوبة، تونا وصلنا قيمتها، يجب أن تساوي نصف أم في في تربيع